فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا في قبيلتنا عادة، وهي أنه إذا رأى أحد من الأحياء شخصا من الأموات في المنام فإنه يقوم فورا بذبح ذبيحة لهذا الميت ودعوة الناس لهذه الوليمة ثم يدعون للميت، فما حكم هذا الفعل؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والرؤيا لا يحدث لها أحكام شرعية، يذبح الذبح هذا حكم شرعي، ما يجوز أنه يذبح بموجب رؤيا أو ما أشبه ذلك، لا يجوز. لكن لو رأيت الميت وأوصاك بأن تقضي دينه، أخبرك أن له دين، أن عليه دين لفلان، وأوصاك أنك تقضيه لا بأس، أو أوصاك أنك تدعو له لا بأس، أما أنه يوصيك بأن تذبح هذا لا يجوز. نعم.